أما بعد إن شاء الله أصدقائي وإخواني الكرام، اليوم إن شاء الله سنحاول شرح كيف نقوم بتحويل السيرتيفيكا من حاسوب إلى حاسوب الآخر. كنهضروا هنا على حساب السيرتيفيكا ديال جيد جيستيون انتيغري دو ديبونس، والسيرتيفيكا ديال جير الخاص بالجبايات، والسيرتيفيكا انديماج بروغرام دو لا جيستيون دو بيرسونيل. بالنسبة للتذكير، بالنسبة لجير وجيد كتطلبوا فايرفوكس يكون ديرنيير فيرسيون آخر إصدار، بينما البرنامج انديماج كيشتغل على فايرفوكس 52.0.1. بالنسبة لهاد الفايرفوكس هذا اللي ما عندوش غتلقاو له الليان في الديسكريبسيون. إن شاء الله غنبداو دابا باش نشرح لكم كيفاش غنحاولوا نقوم بديك الطريقة. اول حاجه هو خص تكون عندنا السيرتيفيكا ديالنا تكون معلومه فين حاطينها، مثلا شي دوسي ولا في اليوس بي ولا سميتو. ها هي كنجيو كنفتحوا على سبيل المثال هذه البنا السيرتيفيكا اللي عندنا هنا ديال انديماج، كنفتحوا البرنامج ديال فايرفوكس ديالنا، نخليه حتى كيفتح. بالنسبه للناس اللي ما عند كتبان جامي مع هاد لابار ديال بارد موني، كتسمع بارد موني، كتجي لهنا كدير بوطون دروا وكدير هاد بارد موني، كتشير عليها باش يبان لك هاد بارد موني. ولا الناس اللي كيفضلوا هاد الطريقه كيمشيو لهاد الثلاثه الخطوط الافقيه، كتجي كتقلب على اوبسيون، كدير اوبسيون، ولا كديرها من هنا اوتيل وكتدخل اوبسيون، كديك نفس البلاصه كتنزل لتحت. بالنسبة لهاد فايرفوكس 52 كتلقاو فيها بالنسبة لهنا جينيرال و شيرشي كونتيني ابليكاسيون، كنزل حتى لتحت هاد افونسي كنكليكيو عليها و كنقلبو على هنا السيرتيفيكا، كنديرو هنا السيرتيفيكا كنأشر على لقينا الكرسور هنا خصنا نردو على هاد الجهة، كنديرو افيرشي لي سيرتيفيكا باش يبين لينا لي سيرتيفيكا لي كاينين. دابا حنا نفترضو بأن هاد السيرتيفيكا مكايناش هنا، وبغينا نزيدو السيرتيفيكا ديالنا، كتجي كدير امبورتي امبورتي وكتقلب على السيرتيفيكا ديالك انت، مثلا السيرتيفيكا ديال الانجليزي هنا، كيطلب لكم المود باس اللي كنتي ديجا سجلتو به السيرتيفيكا ديالكم، ماشي المود باس باش كتدخلو به الانديماج. هذا كاين كود، واحد الكود كتسجلو به السيرتيفيكا ديالكم في البي سي باش اي واحد ما يقدرش يشد هذيك السيرتيفيكا يقدمها هو، ولا الا دخل لي داك الكود اللي درتي ليه عندي بحال الكود اللي كديرو بورطابل. دابا هي كتبان لينا السيرتيفيكا، الا عندنا السيرتيفيكا هنا وكنبغيو باش الا عندنا السيرتيفيكا هنا وكنبغيو نحولوها من بي سي الى بي سي اخر، كنكليكيو على هاد السيرتيفيكا هادي، كتبان لينا هاد الزونغلي هادو كيتفتحو، كانت قبل ما نسيليكسيون هادي كتفتح عندنا هاد الجوج هادو. إلا سيليكسيونينا هاد السيرتيفيكا ديالنا كتبان لينا هاد لي زونغلي حتى هما كيتفتحو. هنا إلا بغينا نشوفو لي دوني ديال السيرتيفيكا، هنا إلا بغينا نسجلوها ونحولوها من هاد البي سي اللي خدامين بها لبي سي آخر، يقدر يكون بي سي بورتابل، يقدر يكون بي سي فيرو، كندير ليه سوفي كاردي، كنقلبو على الفيرو ولا سميتو، كنديرو شي دوسيو. نسمي هاد السيرتيفيكا، هادشي غير باش تعقل عليه وصافي. المهم خليو هاد الدوسي نوفو دوسي جوج تسجلها هنا. قبل ما تسجلها كدير هنا واحد لومون ديال لي فيشي، مثلا غنعطيوه حنا السيرتيفيكا سيرتيفيكا انديماج، نديرو انغوليستخي. هنا كيتطلب لينا هاد المود باس، هاد المود باس هو باش كتفتح السيرتيفيكا الا بغيت انصطاليها في الا بغيت انصطاليها هنا. هنا هاد المود باس حاول تعقل عليه، كدير له مود باس يكون ساهل باش يكون كتعقل عليها، كي حولتيها من بي سي لبي سي اخر ولا الا ديجا تمسح لك الفايرفوكس وبغيت ترجعها عاوتاني كطلب لك هاد المود باس هذا وكدير له اوكي صافي راه تسجلات. حاليا دابا قلنا بنفس الخطوات اللي نقدر نقوم بهم بالنسبة للاندماج، نفس الحالة بالنسبة لفايرفوكس آخر إصدار اللي مكدمج عندك البارد موني، كتجي كدير بوطون دروا في هنايا وكتخرجها ولا كتمشي لهاد الترول خطوط.
عندنا غير هنا الاختلاف اللي كاين بين فايرفوكس 52 وفايرفوكس هنا، ما كاينش كامل لي زونغلي اللي كاينين في سميتو مع التحديثات كلهم كينقصوا هكا وكيجروبيهم في كل اونغلي. بحال مثلا هنا بحال بالنسبه للسيرتيفيكي كنجيو هنا في بريفي اي سيكوريتي، يعني السيرتيفيكي بما ان السيرتيفيكي كترمز للخصوصية خصك تجي للفي بريفي، كتنزل كامل لتحت الديريكتور لتحت كتقلب على سيرتيفيكا كدير افيشي لي سيرتيفيكا. هنا دابا مثلا مع عندك السيرتيفيكا ديالك ولا ما عندكش كدير لي امبورتي سيرتيفيكا، كتشوف كدير لي كتسيليكسيون السيرتيفيكا اللي حطيتي كدير لي اوجدي كدير لي داك الكود اللي باش سجلتيها باش حفظتي السيرتيفيكا ديالك في الدوسي ولا في اليو اس بي ولا في الديسك ديالك، كدير اوكي صافي كتخرج عندك. نفس الشيء بالنسبه الى بغيتي دير لها امبورتي كتسيليكسيونيها وكدير لي سوفيغاردي، الا درتي سوفيغاردي تو كيسجل لك جميع لي سيرتيفيكا اللي عندك في البي سي، انت حاول غير تسجل كل سيرتيفيكا بوحدها باش تحتفظ بهم كل وحده بوحدها حتى تبغيهم عاوتاني تاصلهم وحده بوحدها. نتمنى تكون هذا الفيديو هذا ان شاء الله في المستقبل القريب غنحاول نسجل لي زاكت ديال انديماج ونوريكم كيفاش دوزو لي زاكت من البدايه حتى النهايه، ونتمنى تكون جميعا بالتعليقات ديالكم ولكم التشجيعات ان شاء الله باش نحاولوا نقدموا لكم افضل دروس وافضل مساعده. شكرا جزيلا.